مرحبا بكم متابعي قناة مواطن وعواشركم مبروكة. خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان رجعنا كنسمعوا القولة المشهورة اللي كتقال كل سنة من هذا الشهر أشهر الحموضة في التلفزة المغربية، بحيث أغلب المغاربة كنتقدوا بشكل كبير الإنتاجات والأعمال الرمضانية اللي كتكون في التلفزة المغربية. سولنا الشارع المغربي أشنو رأيهم في الإنتاجات الرمضانية ديال هذه السنة؟ كانت هذه أغلب الإجابات، يلا نشوفوا جميعا. باسلة بالعامية، باللغة العامية باسلة حامضة. شخصيا انا ما تنتبعش دوك البرامج، تنسالي الوجبة الافطار تمشي للمسجد ولا للمقهى، لحقاش تستحي انك تتابعهم في وسط واحد الوسط عائلي مع الاسرة ديالك. داك الشيء منحط بزاف، يعني ما شري من عندنا حتى واحد، يعني وما كنتفرجوش فيه هذا العام خصوصا، ما كاين والو. لا ما تفرجتش هذا العام، ما بان لي والو حتى حاجه، لا كاميرا خفيه عيانه كلشي، المهم ماشي شي حاجه. كنقولوا العام الاول كان عيان، مي العام الاول بان لينا احسن من هذا العام. كبور كان امبيكابل زعما، مشهور من داك الشيء الرفيع. هما باركين عندنا بالاشهار باش يبيعوا المواد ديالهم، ما كاين ها دردك عطي الزربط وعطي العور، سمحوا لي على هذه العبارات، مي الواقع هو هذا. كاين واحد التكرار، يعني عدد ديال السنوات الانتاجات تتعود راسها، وبكل صراحه سمحوا لي على هذه العباره، كاين شي برامج ما تترقاش بالذوق ديال المواطن. كاين واحد الفرق كبير ما بين السنين اللي مضات وحاليا، كاين واحد التطور. انت عن نفسك شنو كتابعي؟ انايا كنتابع الرباط الاولى، اما الدوزيام لا علاقه. كما كان الحال كما اول كما تالي، كما دوزها اول كما دوزها دابا في التاليه. شنو رايك فيها؟ واش مزيانه ولا؟ المهم كاين فيها شي حوايج مزيانين، وكاين فيها شي حوايج اللي ما عندناش اللي فيهم الاصلاح. انتاج باهت وحقيقه غير مضحك، افضل ان يحاولوا المنتجين ولا الفنانين ديالنا يعاودوا يشتغلوا على انفسهم وينتجوا لنا منتوج يليق بالمواطن المغربي، بمستوى الفكر للمواطن المغربي، ويشتغل على يعني انه يكون مفيد مستقبلا. سي كاتاستروفيك، تعيد انتاج خلفيات ومواقف رديئه، لا ترقى انه تعطينا واحد المنتوج اللي ممكن ارقى بالانسان المغربي وليضمن الكرامه ديال الانسان المغربي، ونبعدوا على الثقافه السائده، الثقافه ديال الخرافات، الثقافه ديال الخنوع. احنا في الضغين الداخلي القرن 21 في 2019، ونعاود نضحكوا على الانسان؟ لا لا.